هنا في السين دي هنتكلم شوية على الإضاءة، يمكن بشكل أعمق شوية وبتفاصيل أدق. مبدئيا عايز أطلع بره الكاميرا فيو بورت علشان أتحرك براحتي، عشان أنا عايز الكاميرا دي تبقى هي الفاينل شوت بتاعي. أول نوع من الإضاءة هتكلم عليه من بلجنز C4D to A في اللايتس، دول كلهم يعني نفس الكلام العادي على سينما، لكن انا عايز اتكلم على الكواد لايت والفوتومتريك لايت والسكاي دوم لايت. تمام. وفي هنا السبوت لايت، يمكن عايز اتكلم على السبوت لايت الاول. هروح للاي بي ار ويندو وناخد السبوت لايت ونرجعه لورا، تمام، بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. الفكرة بس او الغرض عايز اوضح السبوت لايت شكله ايه واضاءته عامل ازاي، عشان هو فيه كلام كويس قوي قوي قوي. لو احنا لفينا بس السبوت لايت ده كده، ما بحبش الاضاءة تيجي بشكل مباشر، بحبها تيجي بشكل او بزاوية بتدي منظر احلى. تمام. نروح هنا من السبوت لايت. طبعا الكالر ما بحبش استخدمه، بالتجربة لقيت ان الكالر تمبريتشر احسن بكتير قوي قوي من الموضوع ده. طبعا هنروح ل لايت انتنسيتي سكيل ان اديتور، هسيبها زي ما هي عشان يديني الريل انتنسيتي. هروح للمين وهرفع الانتنسيتي شويه وهزق الاكسبوجر شويه بالشكل ده كده، يمكن ارفع الاكسبوجر كمان شويه، مش عايز ارفعه قوي علشان عايز اوريكم حاجه مهمه جدا في السبوت لايت. الكون انجل اللي هو القطر بتاع الإضاءة نفسها، لو أنا قللت الكون أنجل هيبقى بالشكل ده كده. بس زي ما احنا شايفين في عندي هارد أو شارب شارب إيدجز. طبعا واحد يقول لي هي ما اتعملش أبديت ليه؟ هقول لك لأن المسقط اللي أنت شغال عليه كان الكاميرا. أنا عايز أقول له الأكتف الديفولت كاميرا بالشكل ده كده. نيجي بعد كده خلصنا من الكون انجل، نتكلم على البينومبرا انجل. لو انا عليت البينومبرا انجل لازم ادي سوفت، مفيش حاجه اسمها هارد، مفيش حاجه اسمها هارد شادوز في الريل لايف، علشان كده ما ينفعش البينومبرا انجل تكون بزيرو. لو انا خليتها كده هعمل الحركه دي ودي مش صح ومش موجودة أساسا، حتى في ال في ال في الظل بتاع الشمس برضو مش موجودة. هنا الدروب أوف اللي هو النقطة اللي بعدها يبدأ اللايت يضعف، لو أنا زودتها كده هيبقى في يعني دروب أوف بسرعة، ولو أنا عايز أخليها سنة بحيث برضو، بس الدروب أوف على فكرة لما بتزيد بيجي هنا ال هارد إيدجز، فمش حابين إن هي تكون بالشكل ده. نيجي بعد كده لللينس والراديوس، عشان دول بقى نشوفهم لازم نضيف فوليومتريك. الفوليومتريك هيجي منين؟ من بلجنز، لا اسف، من كرييت ارنولد. هنروح لفوليوم ومن اتموسفير هقول له اتموسفيريك سكاترنج. الاتموسفيريك سكاترنج علشان يبان وعلشان يظهر التأثير بتاعه لازم اروح في رندر سيتنج ومن انفايرمنت هحط الاتموسفيريك سكاترنج. اول ما هسيبه هنقفل وهنشوف اللي هيحصل. طبعا واضح انه مش باين، هنروح للرندر سيتنج بس وارجع دي للديفولت بتاعها علشان يبان ويبان من زاويه تكون كويسه. خلوني احط لكم العربيه دي
في شكل يطلع الشكل بتاعها جميل وغامض شوية بالمنظر ده كده. وهروح تاني لللايت وهزود الانتنسيتي بتاعته وهرفع الاكسبوجر بتاعه بالمنظر ده كده. كده هنشوفها بشكل احسن. لو رحنا للارنولد سبوت لايت او نروح الاول للاتموسفيرك، لو احنا جينا قمنا جايين عاملين، لو رحنا انا على الدنسيتي، بس قبل ما نروح على الدنسيتي انا عايز اروح على هنا البريشر التمبريتشر، نخلي بالنا التمبريتشر بت اوفر رايت الكالر. لو احنا رفعنا التمبريتشر كده انا عايز اجيبها يعني وورم كالر عشان تبان، انا عايز احط لكم بس مجرد في اللايت هحط سكاي لايت. بس مش اكتر من كده. نيجي هنا بقى و نرفع هنا الدنسيتي. مجرد ما نرفع الدنسيتي هنشوف اللي احنا كنا بنخاف نشوفه مع سينما 4 دي العادي اللي هو الفوليومتريك. زي ما احنا شايفين صاروخ في الفوليومتريك، طبعا حركه زي دي في الرندر العادي بهدله بهدله بمعنى الكلمه. لو رحنا هنا في اللينز راديوس ورفعنا اللينز راديوس، اسف اللينز راديوس، طبعا بيقل الهوت سبوت. تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. الراديوس ده علاقته بالشادو، لو احنا رفعنا الراديوس ده بنلاقي الشادو بقى سوفت، لو قللناه بنلاقي الشادو بقى شارب. ده كده ده بالنسبه ل الاتموسفيريك سكاترنج مع الارنولد سبوت لايت. مش عايز اقول ان فعلا حركه زي دي الفريم في العادي لو احنا حطينا 3 4 5 سبوت لايت زي دي بالشغل العادي بتاع سينما، الفريم هياخد ما لا يقل عن تلت ساعة ريندر بدون مبالغة. هنا حتى لو احنا رفعنا السامبلز الأربعة مازال الاي بي ار سريع جدا. زي ما قلنا الفوليومتريك لايت من الحاجات اللي بتعمل كابوس لأي ريندر انجن. زي ما احنا شايفين ريندر انجن سريع جدا، الفوليومتريك لايت ما بياخدش معاه حاجه عشان يعمل رندر. نخلي بالنا بتتكلم في الاي بي ار، مش بتتكلم كمان في الفيو بورت او البيكتشر فيور ريندرنج. لو رحنا للمين سامبلز باربعه نخلي بالنا ان الفوليومتريك كمان ليها سامبل. تمام، لو احنا علينا السامبلنج 18، خلي بالنا 18 تربيع مش 18، حتى سامبلز 18 زي ما احنا شايفين سريع جدا جدا. خلي بالنا من الاتينيويشن، الاتينيويشن عباره عن مالتي بلاير للكالر. لو احنا رحنا عملنا الاتينيويشن ده بالشكل ده كده ورحنا زودناه هاي مالتي بلاي القيمه دي على القيمه بتاعت الكالر. تمام، بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. تمام، طبعا الدنسيتي نفس الموضوع، او لو خدنا ده حطيناه مع ده
حلو، وزودنا ده كده. ممكن نروح للانيسوتروبي. الانيسوتروبي طبعا بيعمل بريك داون للسوليد فوليوم ده، لو احنا عليناه هيسمح ان الغبار او التراب يخش في الفوليوم شويه، بحيث ان هو يديله واقعيه عشان ما يبقاش سوليد بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ده كده بالنسبه للارنولد سبوت لايت. ومش كده وبس، لو احنا رحنا جينا كده طبعا انا هنا قريب قوي من العربيه الارنولد، انا اسف قفلت اي بي ار. الارنولد في حاجه اسمها لايت فلترز، مش عايز اتكلم عن اللايت فلترز كلها بصراحه، انا تستتها طبعا. عايز تستت اعمل تيست زي ما انت عايز، بس انا اللي لقيته حلو قوي منها اللي هو اللايت لوكر. الجوبو بياخد صوره ابيض واسود ويعمل لها بروجكشن على الجسم اللي انت عايزه، هتفيدنا جدا في الفي اف اكس او الفيجوال افكس لما نعمل اكستراكتنج ل انفايرمنت للشادوز بتاعه انفايرمنت ونحطها على الجسم بدل ما نعمل ريل لايتس وريل شادوز. يعني لعبه بسيطه كده كنت بعملها بالماكس بس نفعت بالجوبو، هبقول لكم عليها بعدين. لكن انا عايز اتكلم على اللايت بلوكر. اللايت بلوكر بياخد جيومتري ويعمل بيه شادو او يحوله زي ما نقول لشادو. لو احنا رحنا لسلندر، وعشان اسهل على نفسي هاخد ده جوه ده واعمل زيرو اوت للبوزيشن عشان يبقى في نفس المكان بتاعه، واطلعه بره كده، وبعدين اجيبه هنا كده، وبعدين اجيبه هنا كده. لو انا خدت هنا اللايت بلوكر قلت له يوز جيومتري وخدت له ده، مفيش كاستم جيومتري، مفيش كاستم بوكس سفير سلندر، ملوش كاستم جيومتري. طب لو انا سحبت ده رميته هنا مش جاي، طب لو انا حطيت له ارنولد بارامترز، لا مش ده لللايت، ورجعت هنا تاني وخدت سلندر برضو ما جاش. ماشي. طيب هنروح تاني لللايت بلوكر، ولو زودنا الدنسيتي نروح للاي بي ار ويندو. ادي طبعا انا هقفل السلندر، تمام، وهروح هنا وهرفع بلوكر، خليه سلندر. هنا الجيو نفسه، الجيو تايب اهو، ونروح ل ويتس هايت، وعشان يبان هروح لديتيلز وهسحب اللايت فلتر احطه جواها كده. جميل.
مش عارف ليه اللايت فلترز مش شغاله. عموما انا شلتها، ممكن يكون مشكله في كارت الشاشه عندي انه ما عملش ابديت لما غيرت الكاميرا حتى مع الاكتف كاميرا. عموما نحل المشكله دي بعدين. في حاجه مهمه قوي في السكاي، لو خدنا منها السكاي فجاه راحت، يعني فجاه بمجرد ما حطينا الاتموسفيريك سكاترينج راحت. ليه؟ اي لايت بينزل معاه اوبشن باي ديفولت اسمه افكت فوليومتريكس وكاست فوليومتريك شادوز. في حاله زي بتاعتنا انت مش عايز السكاي دي تشتغل على الفوليومتريك سكاترينج، ولا انت عايزها تحط فوليومتريك شادوز، الا لو انت حابب. لو شلنا دي مفيش حاجه حصلت، او في الشادوز، لكن دي هتخلي السكاي تشتغل على الالومينيشن بتاع بقيه السين، وملهاش دعوه بالاتموسفيريك سكاترنج. وخلي بالنا الاوبشن ده مهم جدا، لان كل مره هتنزل لايت هتلاقي الحكايه. احنا لو جينا عملنا كده وجينا حطينا النقطه دي كده بحيث نشوف العربيه بشكل احلى، ممكن ان احنا كمان نعمل حاجه حلوه قوي، رايت كليك ونحط تارجت للسبوت لايت، وفي التارجت ده نحط له العربيه او نحط له الكار، وناخد السبوت لايت ونرفعه لفوق مثلا بشكل كده، وناخد كده بحيث نلاقيه بالمنظر ده. لو احنا عايزين نروح للكون انجل ونقلل الكون انجل بالمنظر ده بحيث نلاقي العربيه بالشكل ده، ممكن نروح للبامبرا البينومبرا انجل ونخليها كده مثلا، ونزود السبريد، نقدر نعدي حاجه زي السبريد، والدروب اوف نرفعه شويه، حاجه بالمنظر اللي احنا شايفينه كده. انت بقى براحتك، طبعا ده الفيجوال جايد بتاعك. تمام، ممكن نخلي ده بالشكل زي ما انت حابب. المهم انت عرفت الدنيا ماشيه ازاي في الارنولد سبوت لايت. في حاجه كمان مهمه قوي، لو احنا شلنا الاثنين دول وشلنا الاتموسفيريك وجربنا حاجة تانية مع السكاي، لو احنا رحنا هنا من بلجنز ورحنا على ارنولد لايت وحطينا سكاي دوم لايت، هنلاقيه بالشكل ده كده. لو خفينا الاستوديو مؤقتا هنلاقي احنا ما عندناش باك جراوند. ينفع من ارنولد ان احنا نحط باك جراوند؟ ينفع ان احنا نحط باك جراوند. نرفع بس سامبل شويه عشان ناخد كلين ايمج. طيب هنحط باك جراوند ازاي؟ بحاجه اسمها الري سويتش. لو رحنا كرييت ارنولد ورحنا اعتقد سيرفس وخدنا ري سويتش، ورحنا هنا ورحنا في الانفايرمنت باك جراوند حطينا، مش هنا في الباك جراوند حطينا ري سويتش، هنلاقيه راح مديني اوتوماتيك على طول الباك جراوند اللي احنا شايفينها دي، وبقى في نايس ريفليكشنز زي ما احنا شايفين. مش عايز اقعد اخوض في الليله دي، بس خلونا نزود شويه الروفنس
خليها جي جي اكس ما تاخدش وقت طويل في الريندر، لكن بصراحة الفيجمنت بتدي رياليتي اعلى بكتير حتى في الارس في الستاندرد ماتيريالز بتاعت سينما 4 دي. البيكمان بتدي شغل عالي قوي قوي يعني. الويت يعني دي حاجه زي الموزايك. نقفل كده، خلصنا كمان من الري سويتش. بالمناسبه السكاي دوم فينا فلايت في مين مفيش فيها كلام غير في الكالر. الكالر عندي كونستانت او ان انا برضو اروح للتمبريتشر، بس مش هيعقل بقى ان انا اشتغل بالسكاي دوم عشان اشتغل بالتمبريتشر ميثود. لو رحنا الكالر في كونستانت عندي تيكتشر وعندي ثينك. تيكتشر اعتقد معروفه قوي، لو انا جيت عملت كده وخدت وليكن صوره زي دي نو اعتقد واضح قوي ان انا هشتغل ب، طبعا هرجع الاستوديو بتاعي كده واضح ان انا هشتغل بخامه هيدر. لو انا رفعت الانتنسيتي شويه اكسبوجر شويتين بنعمل كده كده واضح قوي اني هشتغل ب ال HDRI. مفيش فيها كلام. افكت فوليومتريك طبعا هتتشال لو احنا استخدمنا اللايت. نرفع الانتنسيتي، لكن دي انا مش هعرف اظبط فيها حاجه حتى لو انا جيت عملت كده ولا الهواء. لو رفعت الاكسبوجر مفيش اي تاثير يذكر. هقول لكم ليه وهقول لكم نقدر نعمل ايه او الحل اللي احنا نعمله عشان الموضوع ده. ديتيلز مفيش فيها حاجه، بروجكت مفيش فيها حاجه، لايت مفيش فيها مشاكل، مين اعتقد كده خلاص الدنيا تمام. ريزولوشن ممكن نحطها 4000، بس الريزولوشن معتمد على الريزولوشن بتاع الهيدر بتاعك. هي هنا كده كده 1000، لو انت حطيت 4000 عمرها ما هتعمل حاجه طول ما الريزولوشن اصلا جاي صغير. ممكن ناخد حاجه كبيره شويه لوبي برضه 24 8000 في 4000 دي هتعمل فرق. لو خدنا من الفرق الجامد اللي عملته ومن الوقت اللي قعده الارنولد على المراندر. الارنولد قعد الوقت ده على ما عمل كاشنج في الميموري لل 8000 بيكسل دول. تمام، بعد كده هتتحرك عادي جدا جدا. لو انت حتى قلبت الكاميرا دي هتلاقي شغال زي الفل انه خلاص عمل كاش مره واحده بس. طبعا هنسحب الانتنسيتي شويه، اعتقد كمان الاكسبوجر يتسحب شويه، الانتنسيتي ممكن تعلى سنه لكن الاكسبوجر كان عالي قوي. فكل صوره ليها ظروفها. لو احنا شلنا الري سويتش ده من هنا هيتشال اوتوماتيك من الانفايرمنت. يعني عشان ناخد كلين ايمج. ادي الاضاءه بالارنولد سكاي دوم لايت. زي ما قلنا انا عندي كالر. تمام. زي ما احنا شايفين لو احنا جينا عملنا كلير عندي تيكتشر وعندي كونستانت وعندي لينك. لينك دي اللي هستخدمها على طول وانتوا كمان اعتقد هتستخدموها على طول. طب ليه انا بقول دي؟ لان لينك الوحيده اللي هتخليك تشتغل على خامه الهيدر بكالر كوركشن نود. زي ما احنا شفنا من شويه لما احنا دخلنا في الاكسبوجر ما بعملش اي حاجه نهائي للكالر. طب عشان نعمل القصه دي هروح لكرييت شيدر اسف ارنولد واروح للسيرفس واخد ستاندرد شيلر.
دبل كليك وهقول له اوبن نتورك اديتور. تمام، وهاجي من هنا اكتب ايمج. تمام، وفي الايمج هاخد الايمج بتاعتي ولتكن حاجة زي التون. وهوصل دي بالستاندرد من ديفيوز بالمنظر ده كده. طبعا في حالة زي دي انا اللي هعمله كالآتي، هروح هنا وهقول له طبعا قايل له ان الكالر لينك، خد دي حطها له في اللينك. في حاجة او في حالة زي دي لو جينا بقى عملنا كده، هلاقي الإضاءة بقت بالشيدر ده. نروح كده واجي هنا ل color واحط color correct واشيل اللينك ده، واروح هنا واقوم حاطط دي في الانبوت، واخد دي احطها في الاوت. لو رحنا هنا لو رفعنا الجامر هقفل دي، لو رفعنا الجامر يعني خلينا الجامر كده، ورفعنا الكونتراست وخدنا الاكسبوجر بالشكل ده. لو جينا هنا ورحنا هنا في color كده تمام، لو جينا نشطنا الاي بي ار كده. احنا اتكلمنا على الارنولد سبوتلايت، واتكلمنا على الارنولد سكاي دوم لايت بالمنظر ده. احنا ايدينا مشيت في الاضاءات شوية، نقدر نتكلم في المحاضرة اللي جاية على الاضاءات بشكل موسع عن كده.